اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولا بأول. لا أحد بريء، وبالتأكيد الأبراج الاثني عشر ليست كذلك. في هذا الفيديو من قناة رويش تي في سوف أكشف لك الرذيلة التي تحملها علامتك الفلكية. لا يعفى أي شخص تقريبا من الرذائل. بعد قولي هذا، لابد أن تكون هناك خطيئة أساسية واحدة نمارسها بشكل أكبر من الخطايا الأخرى. فما هي هذه الخطيئة التي تلوث سمعة برجك الفلكي، وكيف تظهرها دون أن تدري أحيانا؟ برج الحمل، الغضب. الحمل مليء بالمرح، ويمكن أن يكون مصدر إلهام من خلال الإثارة في الحياة والمغامرة. ومع ذلك حذار من أن تغضب مواليد هذا البرج. لديهم مزاج شديد الحرارة متقلب، وهم يميلون إلى الانتقاد. في بعض الأحيان يمكن أن يخرج غضبهم عن السيطرة ويتأذى الناس من حولهم. برج الثور، الشراهة. يقدر برج الثور الوجبة الشهية. حسناً، إنهم مهووسون بكل التفاصيل، وسوف يتذوقون كل لقمة حتى أنهم يتذكرون بعض وجباتهم المفضلة. برج الثور هو علامة على عشاق الطعام الذين قد لا يخجلون من السفر فقط للحصول على وجبة لذيذة ومثالية. مواليد الثور ليس لديهم مشكلة في المبالغة بتدليل أنفسهم. برج الجوزاء، الكذب. الجوزاء هو العلامة ذات الوجهين. مواليده يحبون التحدث والتواصل، كما إنهم يحبون أن يجعلوا الناس سعداء. لذلك فهم ليسوا فوق قول الأكاذيب البيضاء لجعل شخص ما يشعر بتحسن أو لمجرد الثرثرة. لديهم أيضا مهارات في نشر الحقائق الكاذبة ودفع الآخرين إلى الإيمان التام بأن ما يقولونه هو الحقيقة في الوقت الذي يعرفون فيه أنها كذبة كبيرة. برج السرطان، التعلق الزائد بالآخرين. من المؤكد أن هذا الأمر قد لا يبدو سيئا بما يكفي لاعتباره خطيئة. ومع ذلك فإن وضع الناس في رتبة عليا والتعلق بهم ومدحهم كما لو كانوا آلهة هو من أقدم الذنوب. يمكن للسرطان أن يصبح مغرما ومتعلقا تماما بالآخرين، سواء كان معلما أو معالجا أو شخصا مشهورا. عندما يؤمن بشخص ما فإن مولود السرطان سيلتصق به، بحيث لن يكون من السهل التخلص منه. برج الأسد، الغرور. مقتنعا بأنه ضمن حقوقه، يمكن للأسد أن ينتقل بسرعة من ملك جيد إلى ملك فخور، وينتهي به الأمر في هاوية الاستبداد. وفي أعماق كبريائه يصعب إشعال الضوء ليرجع إلى الوراء ويقبل أخطاءه. كل ما يتعلق بالأسد يكشف عن مدى افتخاره بذاته، من الطريقة التي يتصرف بها إلى حبه لذاته وغروره ونقص التواضع لديه وحاجته المستمرة إلى الاهتمام والثناء. لكن مع كل هذا نحن نحبه، ونشعر أحيانا أن له الحق في أن يكون على هذا النحو. برج العذراء، الحسد. يريد العذراء دائما أن يكون الأفضل وأن يعرف أكثر وأن يكون مثاليا قدر الإمكان. تكمن المشكلة في أن مواليده ينتقدون أنفسهم بشدة، فهم يرون كيف يفشلون أو كيف يقوم شخص آخر بعمل أفضل مما هم يفعلون
فيصابون بالغيرة، وللأسف سوف تتحول غيرتهم هذه إلى حسد، ومن ثم إلى استياء. برج الميزان التردد. من المعروف أن برج الميزان يواجه مشكلة في بدء تنفيذ قراراته واتخاذ الإجراءات، تنقصه الجرأة للحصول على ما يريد. هذا هو السبب في أنه إذا لم يجد نفسه مضطرا لحسم أموره فسيبقى عند منتصف الطريق ما بين الجنة والنار. هناك فرق يا عزيزي الميزان بين أن تريد وأن تسعى لتحقيق ما تريد. لا تدع نفسك أسير الشك والحيرة. برج العقرب الشهوة. مولود هذا البرج هو من أكثر العلامات الساخنة والحسية في المجموعة. إنه يميل في أحيان كثيرة إلى الانجراف خلف الشهوات. هذا الشخص الذي تتحكم به رغباته يعاني من حالة شهوة بشكل دائم تقريبا. العلاقة الحميمة تشكل أساسا هاما في حياة العقرب، بحيث لا يمكنه تجاوزها أو خنقها. برج القوس تعدد العلاقات. لا يحب القوس القواعد، وقد يكون من الصعب عليه الالتزام بارتباط واحد وأبدي. لا يمكن لمولود هذا البرج أيضا تحمل الملل، مما يجعله دائما في حالة بحث عن جديد ومختلف، خاصة إذا كان هذا المختلف يعني شخصا ليس الزوج أو الشريك. برج الجدي الجشع. الطمع يعني الاستحواذ أو الإمساك أو حب الامتلاك أو إظهار رغبة قوية في الحصول على الممتلكات المادية. من يفعل هذه الأمور يا ترى؟ غالبا ما يريد الجدي المزيد من المال والنجاح، وهو على استعداد لفعل ما يجب من أجل الحصول عليهما. القليل بالتأكيد غير موجود في قاموس الجدي، فالقليل بالنسبة له لا يكفي أبدا. برج الدلو التفاخر. يميل برج الدلو إلى الشعور بأنه دائما أذكى شخص في الغرفة، وليس لديه مشكلة في السماح لأي شخص آخر بمعرفة أنه هو العبقري هنا والآن. يميل الناس إلى متابعة برج الدلو لأنه يجذبهم، بل ويأسرهم أيضا. تكمن المشكلة في أن الدلو يؤمن بالضجيج الخاص به، ويمكن أن ينجرف خلف التفلسف الكاذب والتفاخر الفارغ وسط كل هذا العشق. برج الحوت الكسل. قد يبدو الأمر كما لو أن الحوت كسول، لكن الحقيقة هي أنه يعمل بجد في أحلام اليقظة. من المهم جدا أن يكون لدى مواليد هذا البرج مساحة إبداعية يمكنهم من خلالها الحلم والإبداع. في بعض الأحيان يعني كونك مبدعا في برج الحوت التسكع بملابس النوم طوال اليوم، وعدم القيام بأي شيء سوى النظر في الأفكار أو في المشاريع التي تريد تحقيقها. اكتب لي في التعليقات ما رأيك بما يقوله الفلك عن برجك؟ ما هو البرج الذي تنتمي أنت إليه؟ وما هي الخطيئة التي تشكو منها حقاً؟